الكاتب الصحفي خالد البلشي قدم شكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين طلب فيها بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي في مواجهة هجمات الإعلام المصري ضده وضد أيضا عدد آخر وعدد كبير من الصحفيين والحقوقيين والناشطين. وقالت الشكوى التي خاطبت النقيب ضياء رشوان وتضامن معها عدد كبير من أعضاء النقابة: أختصمكم جميعا في هذه الشكوى قبل أن أختصم زملاء أجبرتهم ظروف المهنة على أن يخضعوا بالقول والفعل لجهات تدير الصحافة تحت سمعكم وبصركم من دون أن تتحرك النقابة لنجدتهم أو رفع سيوف الأذى والأيدي الظالمة عن رقابهم. حول هذه الشكوى اللي زي ما قلنا مش بس بتخص خالد البلشي لكن تضامن معها أيضا عدد من أعضاء مجلس النقابة، عدد من الصحفيين والناشطين اللي تعرضوا لحملات التشويه، حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر خدمة سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ حسام الهندي. أهلا بك أستاذ حسام. زي ما قلنا هي مش حالة تخص خالد البلشي قد ما هي بقت طريقة عمل لكثير من وسائل الإعلام، هي حملات التشويه، الحملات الممنهجة تجاه أي شخص فقط ترتبط اسمه بالمعارضة. ده طبعا بالتأكيد، وده بيحصل بقاله فترات طويلة، سواء في النظام الحالي، سواء حتى من بعد ثورة يناير، وكمان كان بيحصل أيام مبارك. فكرة استخدام وسائل الإعلام لمحاربة المعارضة ده أمر النظام بيعمله طول الوقت، لكن طول الوقت كانت الملاحظات هو استخدام وسائل إعلامية أو صحف هي في الأساس ليست ملك للنظام، هي ملك للدولة، وبيسموها اللي احنا بنسميها الصحف القومية. الحملة مع خالد البلشي واللي بينضم ليها ويختفي ويطلع ويدخل في بعض المرات عمرو بدر ومحمد سيد عبد الحفيظ وكمان محمد سعد عبد الحفيظ وكمان محمود كامل، هي تقريبا بتبقى ضد الشخصيات البارزه والاعضاء مجلس النقابه، سواء اللي موجودين دلوقتي او خالد البلشي اللي غير موجود جوه مجلس النقابه، اللي دورهم طول الوقت محاوله الدفاع عن حقوق المهنه الاساسيه، وهي دفاع عن الحريات، دفاع عن الصحفيين المتواجدين، وايصال صوت اغلب الصحفيين المعتقلين، سواء بقرارات من المحكمة أو سواء بقرارات من النيابة. لكن في النهاية الحملة المرة دي تبدو أكبر، لكن الحقيقة إن خالد البلشي تعرض لكذا حملة من قبل كده، وتعرض حتى أسرته في بعض المرات لحملات، والحملات بتبدو بشكل مباشر جدا إنها ممنهجة، يعني بيحصل الحديث بيكون وارد في جميع في عدد كبير من وسائل الإعلام، وبيطلع فجأة كده من غير مناسبة. يعني أحيانا بيكون ما بيكونش خالد البلشي عمل حاجة أو حد تاني تحديدا يعني عمل حاجة، وفجأة تلاقي كل الوسائل الإعلام المقروءة كلها عاملة تقارير متشابهة جدا من غير اسم محرر في اتجاه واحد، يعني بيبان جدا انها موجهه. مش عارف، انا رايي ان هي لا، طول الوقت ان هي بيكون ليها هدف، بيكون في تقرير طالع قريب من جهات دوليه، بيكون في مثلا حديث عن تيران وصنافير. انا فاكر وقتها وحصل لو تفتكر موضوع المقال المفبرك اللي كان على موقع البديل اللي كان خالد البلشي سابه من سنين، برضو فتره قبل الانتخابات، قبل انتخابات نقابة الصحفيين التجديد النصفي اللي كان في مارس اللي فات. لا، هو بيبقى الموضوع مفهوم ومنطقي، والمرة دي كان في يبدو ان هو في اطار الازمة اللي كانت حاصلة حوالين التقارير الدولية اللي كانت بتطلع ضد الصحفيين، وكذلك في حملات طول الوقت ممنهجة ضد الصحفيين بتحصل واعتقالات، وكان اخرهم زي ما احنا عارفين زملاء واصدقاء لينا كلنا وصحفيين بيشتغلوا في مصر وتم اعتقالهم من على القهوه، زي سلافه مجدي وعصام الصياد، وقبلهم كان كتاب زي الزميل خالد داوود عادل صبري وكذلك عدد. بالظبط بالظبط، يعني الحملات منهجه، ومع كل حمله بيكون فيها يبدو شيء منطقي، لكن هو الى حد كبير بيكون الضغط على في الناحيه دي من خلال الصحف، وسائل الاعلام المرئيه الى حد ما ما بتاخدش المواقف دي، وده برضو ملاحظه ما مش عارف ممكن نفسرها ازاي. طيب يعني خلينا نتكلم برضو انه انت اشرت انه في العصور السابقه وحتى في عصر مبارك كان طبيعي بتستخدم وسائل الاعلام الحكوميه بشكل خاص لتشويه
المعارضه، لكن دايما كان في كده نقول ايه بروتوكول غير مكتوب كده، ان الصحفيين ما يجوش على بعض، ان الصحفيين ما يشتموش بعض. كان مثلا لما حد يتكلم عن ابراهيم عيسى مثلا وقت قضيته بشكل سلبي كان بيبقى فيه غضب من الصحفيين حتى اللي عنده في مؤسسته. لو تفتكر لما كان بتعمل صفحه للصحافه وهي صفحه تتعلق بنقد الاداء المهني عموما للصحف، كان بيبقى فيه حرص جدا جدا انه ما يساءش للصحفيين بشكل مباشر. الكود ده انتهى تقريبا. بص، هو برضو هو ما كانش بيحصل قوي، يعني ما كانش الموضوع بي 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 بخطوط حمراء بالشكل اللي احنا يعني ممكن نصفه بكده. لا، طب ما احمد موسى ايام ازمه الاعتداء على الصحفيات ده امام نقابه الصحفيين، احمد موسى وقتها كان عضو مجلس نقابه على ما اتذكر، وكان ليه دور سيء للغايه سواء في تصريحات او محاوله لمنع تضامن النقابه مع صحفيات وقتها. لا يعني، لا انا رايي ان تعامل الدوله بشكل عام ايام مبارك كان فيها نوع من محاوله العقلانيه، لكن احنا حاليا احنا لا نتعامل مع دوله، يعني هي الواحد مش محتاج يقول يعني تعريفات غير منطقيه او غير مهنيه، لكن الحقيقه ان التعامل حاليا هو غير منطقي وغير مفهوم. هي الدوله بتعمل ليه حملات على ناس معينه بتوقفها في وقت معين احنا ما حدش يعرف، لكن هو لا، ما فيش كود، ما فيش اي حاجه، والله الواحد يتمنى ان تفضل الحمله في اطار التشهير والتشويه بس، لا ما تتنقلش لجزء تاني احنا ما نحبوش، الا وهو الاعتقال او القبض على حد من الزملاء. يعني الوضع بقى سيء للغايه، وازمه الحريات والدفاع عن الحريات وحق النشر وحق الدفاع عن الصحفيين، الموضوع بقى سيء وملوش منطق ومحدش عارف هيوصل لفين. طيب، هو خالد البلشي بيستند إلى مادة معينة في ميثاق الشرف الصحفي وقوانين النقابة نفسها، وبيتضامن مع زملاء أعضاء في المجلس أيضا، وزي ما قلت إنه حتى هذه الحملات بتطال أعضاء في المجلس نفسه، في مجلس النقابة. هل النقابة في إيدها حاجة؟ هل ضياء رشوان الموجه له الشكوى أو هذه يعني الاستغاثة إنشاء أو إنجاز التعبير، هل في إيديه آليات؟ هل النقابة في إيديها آليات ولا الوضع الحالي ما يساعدش؟ لا، النقابة في إيديها، النقابة في الأساس هي ممكن اعتبارها هي نيابة مهنية من حقها إن هي تطلع على الشكاوى وتفعل مواثيق ميثاق العمل الصحفي، اللي هو في مواد كتير جدا تم تطبيقها على صحفيين تانيين. وعلى فكرة هو في خلال الفترة دي أو في خلال حكم الرئيس الحالي، يعني احنا عندنا ان كان في تحقيق مع رئيس تحرير النبأ لنشر صور اعتبرتها هيئة التأديب وقتها صور غير لائقة وصور فاضحة، وتم وقفه لمدة 9 أشهر تقريبا، 9 أشهر تقريبا فعلا. وبرضو كانت النقابة تستدعي بعض الشخصيات التانية من صحفيين أو رؤساء مجالس إدارات في بيحصل مشاكل بينهم وبين الصحفيين حوالين الأجور والتعيينات وما إلى ذلك. لا يعني، هل يمكن النقابة أن هي تتفاعل؟ يمكن النقابة أن هي تتفاعل، بس هو في النهاية قرارات النقابة يعني هتوصل لفكرة التنفيذ. هل النقابة تقدر تتفاعل فعلا ضد رئيس تحرير الجمهوريه وتعلن وقفه عن العمل؟ وهل المجلس اللي بيديره الكاتب الصحفي كرم جابر، هل من ممكن ان هو فعلا ياخد بالقرار ده؟ طبعا دي اسئله وضعها ووضع الصحفيين اللي بيتم التحقيق معاهم او اصدار قرارات بوقفهم عن العمل، قوتهم ومكانتهم ومكان جرايدهم تختلف الى حد ما عن هذه الحمله. لكن في النهايه من المفترض ان الاستاذ ضياء رشوان خلال فبراير قبل الانتخابات كان من اكثر الضوابط او من اكثر الوعود اللي وعد بيها هو تطبيق ميثاق الشرف الصحفي. والاستاذ ضياء بالرغم ان هو يعتبر الى حد ما دلوقتي هو على راس جماعتين او على راس تنظيمين، هو تنظيم بيمثل فيه الدوله وتنظيم بيمثل فيه الصحفيين، الا ان هو
وضعه الحالي من المفترض ان هو يدفع في سكه تطبيق ودخول النقابه كطرف في تحقيق العداله او تحقيق الضوابط المهنيه بين الصحفيين على الاقل. الزميل محمود كامل كان نشر مذكره ان هو كان طلب من سكرتير عام النقابه الاستاذ محمد شبانه ان هو يكون في حصر بعدد الشكاوى المقدمه من مواطنين وصحفيين حوالين فكره ازمه تطبيق ميثاق الشرف الصحفي، والمفترض ان هو طلب هو حاليا مجمد عضويته لاسباب كتير، لا المفترض ان هو طلب ان مجلس النقابه يعرض هذه الشكاوى ويتم التحقيق فيها. هل هيتم ده؟ تمام، ممكن يتم، لكن هل هيتم اتخاذ قرارات ضد وكمان لما الصحفيين او تاخد رؤساء النقابه؟ قرارات، هل ايه ادواتك انك تلزم الصحف، او يعني يكون عندك آلية لتطبيق هذه القرارات؟ ده برضو سؤال مهم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام الهندي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمة سكايب.